الأيام اللي فاتت بقى طبعا كلنا انشغلنا بقصة الطفلة الجميلة لولي ووالدها بيتر لما حكى الحكاية على الصفحة بتاعته على موضوع إنه لما راح عشان يطمن عليها فوجئ بإنه هم مطلعين لولي بره الحصة، بره حصة في حضانة سنتين ونص علشان يحفظوا الأطفال القرآن. فطبعا ده أثار ردود فعل كتيرة جدا وأثار كلام كتير وناس بدأت تعلق، ويا جماعة أنتم مصدومين ليه؟ ده الموضوع ده كان ده من زمان، هو ده دلوقتي. لكن الحقيقة أستاذ بيتر النهارده عايز يثير موضوع مهم جدا بعد ما فحص الأمر وبعد ما أعلن الأمر، إنه مش المفترض إنه في سن الحضانة يتم تدريس لا دين مسيحي ولا دين إسلامي، عشان حتى المدرسة ساعتها الحضانة تقول له إن إحنا مش مسموح إن إحنا نجيب حد عشان يدرس، هو مش مفترض إنه في المسيحية يعني. مش مفترض انه يكون في ده. فاحنا معانا دلوقتي الاستاذ بيتر صبحي والد الطفله الجميله ليديا او لولي. استاذ بيتر برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيكي. هي اسمها بيرلي مش ليديا، بيرلي لا انا مش او سامعه لولي. معلش زمايلي يعلو لي الصوت سنك. اسم الطفله بيرلي، بيرلي اسمها ايه؟ بيرلي او لولي مش ليديا، بيرلي بيرلي فيرني. امال ليه لولي؟ لولي اسم الدلع يعني. تمام، لولي. الناس فكرتها اسمها ليديا عشان حضرتك بتدلعها لولي. فيرني. لا اوكي، عموما انا بشكرك لانك اثرت على فكره موضوع مهم جدا استاذ بيتر، ومن خلال كلام أنا زميلتي في الاعداد مع حضرتك فهمت ان حضرتك عرفت انه المفترض ما يكونش فيه تدريس للاطفال في السن ده. فقول لنا الموضوع كده، وهل انت مكمل وهتحاول تطالب بالحق ده، ووصلت لغايه فين يعني؟ يعني في الأول بخصوص المدارس مش في الحضانات، في المدارس نعم عرفت إن في قانون بيقول إن التعليم بالنسبة للدين يبدأ من سن 7 سنين فيما فوق، يعني من أول جريد 1، يعني أقل من جريد 1 مفيش دين خالص. استاذ ده بيتر، ده بالنسبة حضرتك للمدارس. قرار من الاداره التعليميه المفروض، هل حضرتك اطلعت عليه ولا بس حد قال لك المعلومه دي؟ لا لا لا، أنا مش رجل قانون، أنا كل ده يعني أخبار جمعتها، وممكن برضو رجال القانون يساعدونا يا في ريت السيرش ده. يا اللي ريت. أنا عرفته إن وزارة التربية والتعليم بتقول إن الدين يبتدي من جريد 1 أولى ابتدائي، اللي هي من سن 7 سنين فيما فوق. لكن الحضانات لا تخضع لوزارة التربية والتعليم، تخضع لوزارة اسمها وزارة التضامن الاجتماعي. طيب وزارة التضامن الاجتماعي هل قالت حاجة بالخصوص ده؟ لا، ما جابتش سيرة إن يبقى فيه حصة دين ولا لا، وبالتالي كل أونر لحضانة بيتصرف زي ما هو عايز. عنده طلب محتاجين فبيعمل، محتاج دين معين بيعمل، محتاج الاثنين دين بيعمل، مش عايز ولا ده ولا ده، مفيش قانون بي 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 بيتبعه في الجزء ده. ودي فمن هنا انا مشكلة. بطالب، طبعا طبعا انا بطالب وزارة التضامن الاجتماعي، الوزيرة بتاعت التضامن الاجتماعي، هي تهتم بالموضوع ده وتقول لنا هل في قانون بيسمح بدين ولا بيمنع بالدين في الاطفال الصغيرين دول. وهفترض افتراضين، لو هي عايزه تطلع خلاص قرار وتقول لا اوكي من حق الحضانات ان هي يكون فيها دين، وبالتالي لازم يبقى في منهج زي ما زي وزاره التربيه والتعليم حاطه منهج في جريد 1، في كتاب اسمه كتاب الدين المسيحي وكتاب الدين الاسلامي لغايه ثانويه عامه في كتب دين. فبالتالي لازم في الحضانات لو هي قالت لا لازم طبعا يبقى في حصه دين، يبقى لازم يبقى في منهج، لان لو ما فيش منهج هيبقى مدرس الدين بيقول لنا افكاره، ومن هنا فتحنا باب للتطرفات في الطرفين يعني. بالظبط. ويبقى كده عندنا دين مقنن، عندنا حصه دين، وعندنا كمان المنهج، بس كده هتبقى مخالفه لوزاره التربيه والتعليم يعني فيبقى لازم المفترض هم ان يكون في زي الوزارتين. ما حضرتك يعني، انا مبسوطه جدا بجد ان حضرتك انا بتثير المفترض ان ما الموضوع. يبقاش فيه خالص، يعني انا رايي الشخصي ان انا مع وزاره التربيه والتعليم طبعا طبعا، ان اقل من 7 سنين لسه الطفل بيبتدي يتعرف على اساسيات الحياه، لسه بالظبط. هو مش عارف ان اللي جنبه ده مختلف عنه، فيبني علاقته بيتعرف على الاشياء، يتعرف على الاخلاق، القيم، المبادئ، النظافه الشخصيه، الاهتمام، حاجات كتير قوي، حاجات كتير صحيح. قوي، يعني مناهج كتيرة للأطفال وللطفولة. لكن مش من الطبيعي خالص إن الأطفال وهم بيلعبوا مع بعض أجي في وقت وأبتدي أختار كام طفل وأبعدهم عن بعض، وهم هيستغربوا طب ليه؟ طب اللي بيتاخد هنا غير اللي بيتاخد هنا، طب أنا مختلف عن التاني، طب خلقت فيهم
او يعني عرفتهم ان انتم مختلفين ومن هنا، وده خطر يعني في السن الصغير ده، مش افضل حاجه. طيب تاني حاجه، مين اللي هيفضل في مكانه؟ مين اللي هيفضل في الفصل بتاعه؟ مين اللي هيمشي؟ وهل اللي بيمشي ده بيمشي ليه؟ هو ده ما درجه هم تانيه يعني ان هو بيحددوها يمشي اعتقد على العدد، يمكن يعني انه العدد بيحددوها بالعدد ماشي، بس دي تقريبا بتخلق من او جوه بالعرف. الشخص اللي قاعد، بتخلق جوه الشخص اللي قاعد وفاضل في مكانه، لا انا مميز. بالظبط. بتخلق في الشخص اللي دايما بيتحرك وغالبا مش بيلاقي مكان يقعد فيه، فبيدور على اي مكان فاضي، بيدور على اي مدرس فاضي يدرس لدي، لما فيش مدرس للجزء ده هيقعد يلعب معاهم. فيعني انا من رايي الشخصي لا طبعا ما افضلش السن الصغير ده يبقى فيه خالص دين، ولازم يبقى فيه قانون، لازم زي ما وزاره التربيه والتعليم صارمه جدا في الحته دي، حاطه رول ان 7 سنين فيما فوق، يبقى لازم وزاره التضامن كمان تبين لنا ده، يا اما تمشي مع وزاره التربيه والتعليم وتقول يبقى ما فيش خالص، وساعتها اي حضانه هتبقى كده بتخالف، يا اما تقول لا فيه بس تحط لنا منهج، بالظبط، ويكون ده اكيد اكيد ويكون في يكون ده مساواة مدروس برضو يعني، في ولو ان طب اطفال ما بقى فضلش، ونفسيه الاطفال، يبقى هم عارفين ده يعني. بصراحة حكاية انه يبقى في قصة منهج برضو، انك انت هيبقى في تدريس للدين الاسلامي، فهيبقى لازم يبقى في حد بيدرس الدين المسيحي في السن ده. ده احنا بالعكس، ده احنا عايزين نلغي ده من المدارس، فما بال بقى حضانات. ما طيب بالظبط، ما انا اكيد، بالظبط معلش في السؤال يعني، اكيد برضو الناس عايزة تطمن، هل حضرتك مكمل معاهم في الحضانة ولا هتنقل لولي حضانة تانية؟ لا هم تواصلوا معانا، وهو خلاص قال ان هم هيعينوا مدرسين للدين، وشافوا الكنيسه، اقرب كنيسه في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، وهتبقى هي المشرفه على الموضوع بتاع الدين ده، وضع المنهج واختيار كمان التيتشر، فبالتالي المشكله بتاعت الجزء دي اتحلت. لكن انا شايف ان يعني ان برضه لسه الاطفال مش افضل حاجه ان انا افرقهم علشان بالظبط خاطر حصه الدين يعني. بالظبط بالظبط كده. بالظبط، وده اللي احنا. طيب كان في راي برضو طرح في احب اخد راي حضرتك فيه، على ان حضرتك اللي اثرت المشكله. كان راي طرح انه يا ريت كل الكنائس يبقى فيها حضانات، ونبقى احنا برضو بنودي ولادنا بس في الحضانات بتاعت الكنائس. يعني الكنائس فيها اوريدي، بس هو فيها عدد، بيبقى عدد قليل، بس في تاني ما برضو احنا ما حليناش القصه يعني. انا بتكلم في عملت مناهج، تمييز يعني برضو الكنائس مش انه هتقدر تكمل في مدارس، ولو كنيسه عملت مدرسه تبقى كنيسه واحده عملت مدرسه. انا بتكلم على تنشئه يعني، علوم للاطفال نفسها، لازم كلنا نبقى ماشيين بنفس المنهجيه يعني. فلا مش الحل خالص ان انت تطلع الكنيسه، انت مش عاجبك هنا اطلع لحضانه الكنيسه، لا طبعا يعني مش هو ده الحل. انت عايز الاطفال من هم صغيرين يبقوا مندمجين في مجتمع، المجتمع ده ما يبقاش فيه تمييز، المجتمع ده يكون الدور بتاعه انك انت في الطفل ده بتعلم الطفل ده القيم والمبادئ والمحبة، وازاي تقبل الاول، ازاي انه ما فيش تمييز، وازاي انه كلنا واحد، والكلام ده كله اعتقد هو ده يمكن هدف بالظبط، حضرتك ومش الاساسي. بلغي الدين خالص، الدين ده موجود في البيت، البيت يقدر بالظبط يغرزه جوه الطفل زي ما هو عايزه، يروح دار العبادة سواء مسجد أو كنيسة، طبعًا طبعًا من حقه يعمل ده، تمام لكن ما يكونش ده مهمة المدرسة أو الحضانة خالص بالظبط. يعني. أنا بحيي وجهة نظر حضرتك جدا، ويعني بنشكرك جدا أشكرك لإثارة جدًا الموضوع طبعًا. ده، ويعني ربنا يكون معاكوا وتفرح كده بلولي، وما فيش أي حاجة من الحاجات دي تأثر عليها إن شاء الله في المستقبل. وبتمنى إن صوت حضرتك يوصل، وإحنا هنحاول برضو جاهدين إن إحنا نوصل الرأي ده، وإنه يبقى في تواصل ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن. تحب تضيف حاجة تاني يا أستاذ بيتر؟ شكرا. بشكر حضرتك جدا جدا، وزي ما الاستاذ بيتر الحقيقه كان مأكد علينا، هي دي الجزئيه الاساسيه، بغض النظر عن اي حاجه تاني، بغض النظر عن الحضانه دي فين والمكان فين والشخص اللي بيدير المكان ده والدنيا دي كلها ايه. وانا معايا جدا في الموضوع ده الحقيقه، زي ما قلت لكم ان ردود فعل يعني كتير انتشرت، في ناس منهم قال لك ايه، بدأ ناس يعني كبار ودلوقتي يعني بيشتغلوا متجوزين وعاملين اسر، بدأوا يفتكروا اللي كان بيحصل معاهم ايام زمان، وبيقولوا لنا انتوا ليه يا جماعه مصدومين، هو انتوا فاكرين ان دي حاجه جديده، دي حاجه من زمان جدا، ده احنا واحنا كنا صغيرين. انا ما انساش ابدا واحد احكى وقال لك انا ما انساش ابدا
لما كنت بيفصلوني عن الباقي الولاد وانا مش فاهم ليه، وفي بعض الناس اللي كانوا بقى بيقعدوا يخلونا نكنس وننظف الحوش بتاع المدرسة. في واحد تاني قال لك انا كنت ببقى قاعد لوحدي والمدرس يقول لي سد ودانك، ويقعدوا يتكلموا عن المسيحيين ونظافة المسيحيين وان المسيحيين مش عارف ايه وفيهم ايه وموضوعاتهم ايه وانهم كفار والكلام ده كله بقى. فبدأت الناس تحكي عن مواقف عندهم الحقيقة، وبدأ كمان الموضوع زي ما بقول لكم ياخد إطار إنه اقتراحات. من ضمن الاقتراحات دي كانت موضوع إنه يبقى فيه في كل الكنائس حضانات، ويبقى كده المسيحيين يودوا بس ولادهم في حضانات الكنيسة. فجي رأي تاني بيقول له طب ما أنت كده يبقى أنت بتخلي الموضوع إنه يعني لما تبقى حضانة في الكنيسة معنى كده إنه أنت بتفصل المجتمع عموما يعني. فالحقيقة كانت يعني زميلتنا عايدة كانت جمعت الموضوع ده، وعجبني قوي اللي كتبته، إن هي قالت يعني انا ما علقتش ولا استغربت لما سمعت حكايه الطفله المسيحيه اللي عزلوها عشان زمايلها ياخدوا حصه الدين برغم صغر السن ورقي المكان، لكن اتوجعت قوي لما لقيت رجاله كبار بيجتروا ذكرياتهم المره واللي لسه محفوره في ذكرياتهم وفاكرين بالتفصيل. ازاي واحد منهم المدرس كان بيخليه يلم الزباله من الحوش وقت الحصه، وقت حصه الولاد التانيين بيتعلموا القران والدين الاسلامي، ازاي انه واحد تاني المدرس كان بيخليه ينام على الديسك ويسمع بودان، وازاي النظافه من الايمان، وطبعا المسيحيين ناس مش نظيفه. حسيت نفسي مكانه، وازاي هو حس بالقهر، وتخيلت ان طفله في ابتدائي بتبكي وتقول لزمايلها لا المسيحيين ناس نظيفه طبعا، ليه يا استاذي بتقول كده عليهم او بتقول عليهم كده، زمايلي هيقولوا عليا ايه وهيعاملوني ازاي. واحده كمان افتكرت ازاي صغيره جابت مفرش من الصالون وفرشته على السجاده وراحت اتوضت ونفذت اللي اتعلمته من حصه الدين اللي بتحضرها مع زمايلها، وهي يعني وبدات مامتها بقى تقول لها حبيبتي زمايلك ليهم صلاتهم واحنا لينا صلاتنا. تقول كمان لفت نظري ان اللي تابعت ذكرياتهم ناجحين جدا، ومنهم طبعا اللي هاجر رغم عشقهم للبلد، وكان القهر اللي حسوا بيه وهم بيلموا الزباله ويطردوا من فصولهم دفعهم يقولوا لزمايلهم ولنفسهم قبل اي حد انا مش اقل من حد، وسفرهم حقيقي ممكن يكون على عينهم ممكن بس عشان ولادهم ما يشوفوش اللي شافوه. اللي وجعني اكتر، ودي الحته بقى اللي يعني الحقيقه لفتت نظرنا ليها عايده، انه كل كنيسه تعمل حضانه، طب كل كنيسه هتعمل مدرسه، طب كل كنيسه هتعمل جامعه، طب ننعزل ونعيش فريقين. فالحقيقه ولقيت ان ده نفس الموضوع اللي كان لمسه استاذ بيتر، انه انا مش عايز افصل، مش عايز اعلم الاطفال في السن ده ان في تمييز، انا عايز كلنا نتربى زي ما اي حته في العالم. على فكره العالم كله ماشي، ما فيش حاجه اسمها تدريس دين في اي مدارس ولا في اي حاجه، مطلع الكل لان في اختلافات. يعني زي ما هنا في الولايات المتحده الامريكيه بتلاقي اختلافات كتير جدا وناس من كل دول العالم وتوجهات واختلافات، لكن في المدارس وفي الحضانات الكل زي بعضه، مفيش اي تفرقه بين اي حد، مفيش تفرقه بين اسود ولا ابيض، مفيش تفرقه بين اي دين والتاني، مفيش تفرقه بين يعني فقير وغني يعني. فهل ده ممكن يحصل يعني، ولا احنا برضو بنتامل وبنتمنى حاجه صعبه المنال؟ عموما يعني ده كان كلامنا في الموضوع ده الحقيقه، وزي ما بقول لكم بتمنى من كل قلبي انه يكون فعلا. يمكن معلش، وكان برضو في تعليق تاني لكمال مغيث ومعانا، انا عارفه ماريا او مارينا على التليفون فمعلش بستاذنك. كمال مغيث طرح الموضوع وكتب عنه، كمال مغيث هو خبير تربوي وطرح عدد من الاسئله بتتعلق باوضاع التعليم في مصر ومنظومه المواطنه، واثار العديد من التساؤلات حول مدرسه طلعت مصطفى اللي اخرجت التلميذه المسيحيه من بين زملائها لتدريس الدين الاسلامي، وهو ما يسبب شرخ في شخصيه التلاميذ ويرسخ قيم تخالف المواطنه. أشار كمال مغيث إن هذا التصرف ليس الأول من نوعه، هناك العديد من الأمثلة مثل مدرس يقص شعر تلميذة أمام التلاميذ لعدم ارتدائها الحجاب، وإدارة تعليمية ترفض إطلاق اسم شهيد مسيحي على مدرسة، والمفترض إن كل المدارس في بر مصر حكومية وخاصة ودولية تخضع للإشراف المالي والإداري والفني لوزارة التعليم. طرح كمال مغيث سؤال، هل تلك التصرفات التي تصيب المواطنة وهي أول أهداف التعليم في مقتل لها صدى او وجود في منظومه تطوير التعليم، ولا المنظومه لا تهمها تلك القضايا؟ بشكرك استاذ كمال ايضا، وهو ده الطرح اللي احنا عايزين نطرحه، وهو ده الموضوع. مش موضوع تابلت على فكره، ومش موضوع انك تطور ازاي في ان الولاد يبقوا ماسكين كل واحد تابلت والكلام ده كله، طور الامر من الحضانه. شايف لما انت بتعمل ده من الحضانه الغي ده يا وزير التعليم، وابدا بقى الغي موضوع انه يتعلم الدين في المدارس، الدين مش مكانه المدارس، وانه ما يبقاش فيه تمييز بين اي حد، ولا ان احنا نلاقي مديرة مدرسة بتكرم فتيات وبتحط على راسهم تاج علشان الفتيات دول لبسوا حجاب. فنرجو يعني من وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن المجتمعي ان هم يحلوا لنا الموضوع ده ويستجيبوا يا رب.